لا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هشرح لكم ازاي تزيل العلامة المائية سواء في الفيديو او في الصور. تمام، ندخل على جوجل بنكتب remove watermark from video AI. ندخل على الموقع ده. طبعا كل المواقع اللي تقدر تستخدمها وتجرب remove logo and watermark from videos. نعمل open للفايل، نحمله من على الجهاز بتاعنا. كده الفيديو اترفع. ده اللوجو اللي احنا عايزين نشيله، هو مختار remove اللوجو. بنيجي بعد كده نظلل او نحدد اللوجو، المساحة اللي احنا عايزين نعملها hidden. ضغطنا apply، بعدين save، بعد كده export لا تصدير. نسيب على الجهاز او نحمل او ندون. نجرب كده نفتح الفيديو، هنلاقي ان اللوجو اختفى. الموقع ده مش هاكر على حد طبعا. تقدر تخش على تدخل على جوجل تدور، هتلاقي مواقع كتير جدا، لان معظم المواقع المجانية دي بقى ليها استخدام محدود. كده اللوجو اتشال ومش ظاهر كده، بحيث ان احنا نعمل اي فيديوهات تبقى احترافية من غير اللوجو ده الاساس. وده النتيجة. كده جربنا الفيديو، نيجي كده نجرب مع بعض الصورة. أي حاجة مش عارفة ادخل دور على جوجل، اكتب على GPT. تمام، دي كلها مواقع احنا مجربينها، تقدر انت تجرب بنفسك وتدور. احنا بنجيب مواقع سهلة وبسيطة. ده الموقع اسمه 123apps.com، دي كلها تولز موجودة عليه ومقسمها فيديو واديو وبي دي اف. في الفيديو هنا عندك اديتور، ريكوردر بيسجل سبيتش اللي هو بيحول الكتابه لصوت. كل دي تول تقدر ان انت تستخدمها في الفيديو او في الاديو الصوت او البي دي اف. ملفات البي دي اف اللي دايما عندنا فيها مشكله ان احنا نحولها وورد او نقلل حجمها. ده الايديو، تشينج فوليوم عايز تعلي الصوت بتاعها، السبيد عايز تسرع الصوت، وده البي دي اف كومبريس ده الضغط، الدمج ميرج او بي دي اف تو وورد، بي دي اف للاكسل، الجي بي جي، كل دي اختيارات. تمام، وده الكونفرتر التحويل اللي عايز تحول صوت او عايز تحول فيديو صوت مثلا من ام بي 3 لويف او العكس وحاجات زي كده يعني. طيب خلينا نجرب نشيل علامة المائية من صورة. هنكتب remove watermark from photo. نجرب كده اول موقع. نعمل upload للصورة اللي احنا عايزين نشيل منها اللوجو. ليكن مثلا على سبيل المثال الصورة دي من كريت على مواقع الاي اي، بيحط اللوجو بتاعه، ده حقه طبعا لانه بيدينا استخدام مجاني، لكن انا عشان اقدر انشر الفيديوهات تكون باحترافية من غير لوجو فبحتاج ان انا اشيله. ده الاوريجينال، الصورة الاصلية، وده اللوجو موجود تحت. الريموت بنبص على الصورة اللي بعد ما شلنا منها اللوجو مش موجودة. جميل جدا، بس نعملها داونلود. ان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي. لو في اي حاجة حابين تسألوا عنها اكتبوا لي في التعليقات.